تعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية في القاهرة توصيات يتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر الأحد لفرض عقوبات على سوريا، بينها تعليق الرحلات الجوية إلى سوريا ووضع قيود على التجارة ووقف التعاملات مع المصرف المركزي وتجميد حسابات مصرفية للحكومة السورية لعدم سماحها لمراقبين من الجامعة العربية بالإشراف على المبادرة العربية بعدما تشاهد دمشق الجمعة الموعد النهائي للتوقيع على الاتفاق. أملنا كبير أن يستجيب النظام السوري لطلبات الجامعة العربية والأمة العربية ويحق دماء شعبه ويصل إلى حل، والاستمرار في هذا النهج الخطير الحقيقة سيكون سلبي على الجميع. لكن خلافات برزت قبيل الاجتماع في ملف العقوبات لكونه يؤثر في اقتصاديات بعض الدول العربية، فقد برز موقف لافت لوزير الخارجية الأردني ناصر الجودة طلب فيه أن تكون قرارات الجامعة العربية منسجمة ومصالح كل دولة، مشددا أن للأردن مصالح معروفة وواردات تأتي برا من خلال سوريا وقضايا أخرى تتعلق بالحدود والمياه فضلا عن وجود طلاب أردنيين هناك. أما الرئيس العراقي جلال طالباني وفي مقابلة أجتها معه قناة العراقية فقد شدد على أن بغداد ترفض التدخل العسكري الأجنبي أو التركي في سوريا. نحن خائفون من الطرف المتطرف إذا حل محل الوضع القديم. جاءت قوى متطرفة تعادي الديمقراطية وتعادي العراق الديمقراطي وتعادي المغزى الحقيقي للربيع العربي. ميدانيا شهدت ساحة المحافظة في مدينة اللاذقية تجمعا جماهيريا حاشدا رفضا لقرارات الجامعة العربية والتدخل الخارجي في شؤون سوريا ودعما لاستقلالية القرار الوطني في مواجهة المخطط التآمري للنيل من موقع سوريا ودورها الريادي في المنطقة، في وقت أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 8 عسكريين في هجوم شنه منشقون عن الجيش السبت في معرة النعمان في ريف إدلب. إلى ذلك شيعت السلطات العسكرية 22 عسكريا بينهم 6 طيارين قتلوا في هجوم على قاعدة للقوات الجوية بين حمص وبالميرا. وفي المقلب الآخر استمرت التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام في مناطق عدة من سوريا، كما شهدت حمص وريف دمشق وإدلب تشيع قتلى سقطوا خلال المواجهات مع قوات الأمن. ووفق ما كشفته صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية فقد أجرت السلطات الليبية الجديدة مباحثات سرية مع المتمردين السوريين الجمعة، تحدث الجانبان فيها عن أنجح الوسائل لتأمين أسلحة وأموال للمساعدة في التمرد ضد نظام الأسد. ومعنا